محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. المقدمات وكبري هذا بحث المقدمات، يعني أنا بحثك باسي مقدماتك. مقدمة عبارة من كومر يحشد كتيج قيشتن دس كردن بمقصود لعلمك بوچا وروشني نيازمان هي باسي ليبكين. اويش ديارة وقتك ايما منطق اخوانين منطق لقل فكرة سلوكاري هي فكريش أدريته مربوط بذهن إنسان، فذهن إنسان فيه عشان قوي دراكة، يعني قوي مدركة. دراكة صيغة مبالغة وتعلامة وعية، حسن صيغة مبالغة لثلاثي مجرد دروس أكري برام جارب جارك لغير ثلاثي مجرد دروس أكري بدور بكامي. مثلا دراكة صيغة مبالغة أدركية كأدرك باب إفعاله. خب لرأي أم بحثي أم ذهن بك عند فيش المشتكى لأن أم ذهن شيئا إن جاء من المنطقة كبحثي خمالك تم لتصوراته هم لتصديقاته كردنا بحثي لكن أم لقل محسوسات ومعقولات سلوكها من هي محسوسات أويك بحث ذلك كريه بيجل حواسي خمسة ومعقولات جويك بيجل حواسي خمسة قابل درجنية. هذا بما شاوروشنية طبعا بيلا باري محسوس ومعقول أو أنا وبيبزعين شيئا. أفرمين الإنسان له قوة تسمى الذهن. إنسان بو أو هي نيرويك كأم نيروانا وبرداء كريب ذهن كأم ذهن أو مهمة جاوت تسمى الذهن وكجملة معتقدة توزيح قوكية إن أنا أصلع عبارتك أمين. الإنسان له قوة تنتقش فيها الصور أعوان، يعني إنسان هزيكي هي كأو هزيك وثمان ذهني في أبين نقج أبستيه لناو أو هزرع ناو قوة صورة قد، يعني صورة كان لي وعلق شبس كلمي رآتي دروز وقع علينا شو أنا قلت وشي تبر علينا خلا صورتي تو لبريا نقش بس يا هرش تيق لبر علينا داني صورة كي لبريا نقش بس ذهني إنسانيش تو تصوري هرشيك وكرد لباري هرشيك وفكر الكردو صورتي قلوشتا واردي أو قوي تو أبي تفيعون ذهن. طبعا فرق كان هي لبين أعلن ولبين ذهن كذهن قسترد ترل أعلنها. مثلا ذهن فقد صورة مبصر والأدري، يعني هرشي بچاو ببين لي أعلن نبذه أعلن هرشي بچاو ببين لي فقد صورة أول أدري. طبعا ذهن إيما صورة أويك بچاو ببين ولي أدري صورتي أوشك بلمس إحساسك ليه هالوري أقريه. بس أقلتو دزنوه إلى شتيكي نرم يا دزنوه إلى شتيكي رق يا دزنوه إلى شتيكي زبر حتما لو شتيكتو لمس تكردوه صورتي لزيني تو حاصل أبيه. يا أقل شتيك بششي مثلا أقل شتيك سعظمو در خواردنيكي خوش الخواردني صورتي لو خواردني لزيني إنسانا هيا لحالك أو صورتك قوي تشعيئي موري قلتو أعلن منعكسي ناكا زوجاري وهي أمجاد هندي شدرك كال ذهني إما كأوشتانا بحواسي خمسة قابل درجني. بس ما شاك دائري مدركاتي ذهن زور زور قورتر لدائري مدركاتي أعلن ويهن. لكن الفرق بين الذهن وبين المرآة ضرع فرق لبين الذهن ولبين مرآتك أعلن أمية أن المرآة لا تنتقش فيها إلا صور المبصرات. أعلن نقشنا بس يلوى إلا صورة قل مبصرات أو عني ببصر أبين لين أعم صورك للا
فعلات ثانية دا بريك الصور المبصرات هي كزيا اشتباهية هذا تنيني في نوعي صور صور كم مضاف إليها مبصرات كم مبصرات كم مضاف إليها لا تنتقش فيها إلا صور المبصرات شو الصور التي ترى بالعين شاكا أو صورة ثانية كبتشاو أبدرين فقط يعني هرشي بتشاو بدري أعوى أعلنش صورة اللي هو يجري إن شاء الله يسألوا بعين نوعي الآن من لبران بلي هو هذا نشتوم أساء وجوده هو الآن لذا وشاوي منا وجوده هو هيا هلوها وجودي مني لنا وشاوي هو هيا كنوش حقوق على نوعي وفي ذهني أما لذينا تنتقش صور المبصرات وغيرها يا وغيرها أما لذينا نقش أبس هم صور المبصرات أو يكلا على النقش أبس هم صور غير مبصراتيش يعني غيرك عدد كي توبس المبصراتك صور كي توبس صور غير المبصرات وغيرها جا غيرها نفسي ولا من سائر المحسوسات لشوار نوع محسوسة كيتر وهروها والمعقولات ولا صور المعقولات يعني أوجد زينا قاربه فالدائرة ذهن زور قولة الدائرة آلانية قالت أما ذهن إنسان شكا نقشة بس أما ليلاية جاري لا وقت يكا إيم بحثي أو ما نما ترح كرب بحثي محسوس ومعقول ما هنا يا آلاوة قبل رابع محسوس بناس زي المحسوس شيء أفرمي المحسوس هو الشيء الذي يعرف ويدرك بواسطة إحدى الحواس الخمس محسوس هل أو شتير كشناسي أكريو كي أزان ري درك كري بواسطة يكي لحواس بينجانا باش حواس بينجانا كمانا ولا وهي الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة تعرج من الباصرة يعني أويك بتشاو أبيدي يعني نر أويك بتشاو أبيدي باصرة خو يعني أو هذا هذي دي هذي دي تن قوي دي تن أو باصرة يعني على أويك بتشاو أبيدي في رم مبصر يعني دي كلا والسامعة سامع يعني هذي بيستن يعني على أويك بهذي بيستن ده كيف يجون مسموعات مسموع والشامة يعني أويك بهذه الشم الشم يعني بوك يعني كده بوك عيب الريحانة يكو يعني أويك بالشام ماذا كتري أما أبو الأوف هو اللي جي في الزمان غير الرجع كيد لوتا ويا شاكا في عشان مشموم مشمومات جمعك والذائقة ذائقة للذوق دي ذوق يعني قوي تشتم كما عمولا قوي تشتم لثمانة يعني يعني لنا زمان الإنسان أجل تو مثلا شتيغا تشاشي لو تشاشينا تاميك اللي حارية بي لو شتا خب ويكا إما تشاشي بيشن مذوق مذوق يعني رأي اسمي هنا أجوفا نقل حركي ووكاك لي ولاي مذوق ولاي ذالك أبك مذوق أكو مقول جمع كريت المذوقات مثلا مبصرات أو لبعض إفعالة مبصرات نعلي مبصورات مبصرات مسموعات مشمومات مذوقات وهروها لامسة لامسة يعني هذه لمس كردن وكو مثلا تيس لفيس كوتن يا دست البدرية لشتيقي سا زبر بيه نرم بيه راق بيه شو زي او لوا او او جا عمل الاعمال بابا اوش اقر اوي في الفكرية بلامسة في جنشي ملموسات إيه لمس شدة ملموس لمس شدة مثلا على أول شيء فالخيلوة يا شيء فالجبل ومش تبال فالجبل شيء محسوس مثلا كيو شتيك محسوس بو لأنه يعرف ويدرك بالعين شو كهم شنا سعي أكري وهم نر أكري بشعر كأبيت يعني ببعصير ردك أكري والصوت شيء مسموع بشر دنجيش وقتك تبنجيك بي سي شتيك كم شيء محسوس شتيك محسوس شن هم أنا سري ودرج أكريه بأذن يعني بجوية السامعة كبسامعة درجة والريح الطيب يعني بوي خوش والريح الكريه يعني بوي ناخوش
من المحسوسات، أما يوجد محسوسات من وجه أنهما تلك عدوانا يعرفان ويدركان بالأنف، أو أنا ناسرين وذلك كثيرا بلود يعني من ذلك الشعمية. والحلاوة والحموضة من المحسوسات، حلاوة يعني شيريني، حموضة يعني كرشي، وأتشيريني وكرشي أمجد محسوسات بولي أنهما عدوانا تعرفان وتدركان باللسان. دناسرين ذلك كثيرا بزمان كذلك الذائقة. والخشونة والنعومة، والخشونة والنعومة، والخشونة والنعومة والحر والبرد دين تعرف وتدرك بجميع أجزاء البدن. خشونة يعني زبري، نعومة مقابل زبرية مثلا نرموشلي بالي آخر يما إلا برامبر رقع هل نرم بكاره بين برامبر زبريشا غشتيك زبرمي معمولا فده سبي غشتيك طبعا أنا زبر نبي أو إيش هي على نرم هل نرم يبو بكاره بين بالي ساف اللي كله مثلا أو بو بكاره بين فاكي من نرم هم برامبر رقع بكاره بين هم برامبر زبر بكاره بين ولی مثلا عربی خشونت لبرابر نعومت بر خشونت و نعومت یعنی خشونت یعنی زبرکی نعومتی جایی نربکی برام لنسکی رقی و نرمیه و مثلا با رق صلب یا مثلا شکیوا صعب و شکیوا بکاربن ولی با نربکی لین لیونت بکاربن. والحر والبرد، حر يعني قرماء، برد يعني سرماء، أما نجشي تعرفوا عناصرين ودافكين نقبك يا يكشون لبدنا بقبة جميع أجزاء بدن دافكين كرجل عميسة يعني جميع أجزاء بدن كبعث وبأوان الدركة والعميسة. فهذه هي المحسوسات الخمسة، أما نجشي بحث بذكر أما المحسوسات الخمسة كدافكين بحواس خمسة أي معقول شيء. ولا والمعقول هو الشيء الذي يعرف ويدرك بغير هذه الحواس الخمس. ولا المعقول يرد من دون وني الحرشتين بعقل بعقل بذانزي ملكو قواي تري شيء جلال عقل هندي قواي تري لوجود إنسان هيا كسوى عقل ليرك المعقول من دون من أويا كمدرك بحس نبي يتناك حتى ما نحشي هاي المدرك بعقل نجاة في بيجي معقول كواتا أول فتوى بخيار ذاكي أكي بوهم ذاكي أكي بوجدان ذاكي أكي هموشي هموي هرب معقولات حسية. ومثلا توقع الإحساس أكي برسيتا أو برسيتيا بيجيك لحواسي خمسة نتو شاول برسيتك خوتونية جلد برسيتك خوتونية برسيتك خوت نششتوا برسيتك خوت لمس نكردوا بوكي ولا كردوا كاته هذا الوجود توعية كدرك كي بسيطة أو محقولة عالمين. هو الشيء الذي يعرف ويدرك بغير هذه الحواس الخمس يعني معقول أو شيء كواء الناس ليه ودرك كي بغير يجب لم تنجعله. فمثلا الاثنان زوج والواحد فرد يا دو زرب در دو أكاتس مثلا عدد دو زوج عدد يك فرد دو زرب در دو أكاتس يا وعدد دو زائدا على سي زائدا على يك مساوي لنقص يعني دو بإضافة يك أكاتا سي. فمؤمن كل هذه لا تعرف ولا تدرك بالعين هيك كامل لمانا نا ناسرين وذر ناكرين نبا شاو ولا بالنبا جوية ولا بالقلب نبا لوت ولا باللسان شاكا نبا زمان ولا باللمس بأمانا بالنكرين أي بشكل كثيرين. ولا وإنما تعرف وتدرك بالعقل أما نبع عقل بل يعني بسيوى الحواس الخمس ذلك كذلك. ولذلك قال لها المعقولات شنك بعقل ذلك كذلك كوض ما نزلش مع أن عقل لدى سيوى الحواس الخمسة في أمزل معقولات. هذا وابك آويني ذهني إنسان لدى آويني معمولي فرخكي لوايا كلا آويني الظاهرية فقط صور محسوسات نقشة بسيلة نامية
بلان لذيني امدا سوري همو او هفق سوري مبصرات لك محسوسات الى عملي زاهرية مثلا محسوسات فجنه يبنوا عيال ورقي ولي مثلا او عالمي ذهنه هم يجنوا عن محسوسك ورقي هم معقولي ورقي حارمي فإذا كان معقولات يجدان بفينش يعني جمع البيان كان بدا عوالي نظر قرين عالمي زاهري يقدهم عالمي ذهن فعاليتي هيا حارمي مثلا او بيانج دانا معقولك يعني وايد انا قد معقولك كيما بيانج تسمو بيانج دانا معقولك اش ورق ليه بيانية ما بيانج دانا محسوسك اش والله من مجموعي امدى فقد مبصرات ورق ليه على الاسباني او حالي امدى اما بيش من يايدا بس ما اللي تهيلا زوري بس ما اللي تهيلا ما فهم يشرح